جزاكم الله خيرا. هذا يسأل يقول عن التوبة النصوحة وما هي علاماتها، وهل التوبة تكون من جميع الذنوب؟ نعم، التوبة من جميع الذنوب، تتوب إلى الله من كل ذنب توبة صادقة. التوبة النصوح هي التوبة الصحيحة المستوفية لشروطها، هذه هي التوبة النصوح الخالصة لله عز وجل، وشروطها معروفة: ترك الذنب وعدم الرجوع إليه، عدم نية الرجوع إليه، والندم على ما حصل. نعم.